السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا بيوم جديد وحكاية جديدة من حكاية فدوى. وقبل ما نبدأ ما نسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا ونساء أمرا. المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. قصتنا ديال اليوم كتاخذنا لمدينه الدار البيضاء سنه 2008. في واحد الصباح في نهار عادي كانوا جايين واحد جوج ديال الرجال اللي هما شوفريا على الطاكسيات الكبار، الطاكسيات البيضين، غادي للمحطه الماكينه فين كيتناوبوا مع شوفريا اخرين. داك الصباح كانت النوبه ديالهم غادي ياخذوا الطاكسيات باش يخدموا عليه النهار كامل. وهاد جوج ديال شوفريا وهما غادي للمحطه اللي هي متكيه على السور ديال المدرسه، كتبان ليهم واحد البنت سبحان الصور اللي صورها آية بالجمال، مريحة على الأرض ومسندي لها ظهرها على السور ديال المدرسة. عرفوا بلي داك الصباح ما طلعها فيه الشمس. علاش؟ فاش قربوا لديك البنت كما قلنا آية من الجمال، والشعر ديالها طويل وطايح الأرض مغطي لها كاع الجسم ديالها من الفوق، ولكن كيشوفوا الحوايج ديالها ملطخين بالدم. الدرية كاع ما كتنفس، الدرية راها ميتة. هنا هاد جوج شوافريه في الحين عيطوا للشرطه، ما قدروا يوصلوا ليها، ما قربوا ليها، ما والو، عارفين بلي القضيه صعيبه، سخروا اللور وعيطوا للشرطه. قالوا لهم لقينا واحد البنت ميته ومن المظهر ديالها كتبان انها مقتوله لان الملابس ديالها عامرين بالدم. البوليس جاو وجات الشرطه العلميه والدنيا عمرات تما كاينه. ايوا اللي غادي يوقف اللي جاي يوقف، الكبار الصغار الدنيا عمرات تما. البوليس لهاو غير مع الناس ولاو كيدفعوا فيهم كيقول لهم راه غادي تخسروا لنا مسرح ديال الجريمه، سيروا تسوخروا اللور، وداروا الباريارات وكيقلبوا ديك المنطقه اللي دايره بالبند، داك المحيط ديالها، والشرطه مشطاتو كامل ما لقات فيه حتى حاجه، حتى دليل، حتى دليل اللي غادي يوصلهم للقاتل. هنا الشرطه هزوا البنت ومن تما كاينه بداو كيقلبوا في بلاغات الاختفاء، لان الدريه ما عرفوهاش، ما عندها اوراق الهويه ديالها، ما عندها حتى حاجه. اللي باين الشكل ديالها انها واحد البنت لابسه حوايج طوال ومستورين ومتحشمين، والبنت تقريبا تكون عندها ديك 24 سنه. والطب الشرعي بلغهم بان هاد البنت راه ما تعرضت للاعتداء لا الاغتصاب لا والو، باقا بنت بكر، باقا كما ولداتها امها. اذا شنو بغاو منها؟ لا الدريه لابسه حوايج غاليين باش نقولوا راه طمعوا فيها الشفاره، ولا دايره شي مجوهرات، يعني من الهيئه ديالها كتبان واحد البنت اللي بسيطه وعاديه. هنا الشرطه بدات كتقلب في البلاغات ديال الاختفاءات اللي يلا كيف ليهم واحد اليومين، هما يلقاو واحد البلاغ ديال واحد العائله. ديك العائله مقدمه واحد البلاغ ديال الاختفاء لفائده الاسره، ان البنت ديالهم اللي سميتها حكيمه راها اختفات من ليله البارح ما بانتش، يعني الدريه القضيه ديالها باقا جديده. هنايا فاش كيطابقوا الصوره ديال ديك البنت اللي العائله ديالها مقدمه داك البلاغ ديال الاختفاء، كيطابقوها على الصوره ديال البنت اللي لقاوها ميته، او بالاحرى لقاوها مقتوله، كيلقاوها نفس البنت. هنا الشرطه كتمشي للبيت ديالها، كيدقوا في الباب، كيحل لهم الاب. الاب مسكين كيف شاف الشرطه حط يده على قلبه، عرف بلي القضيه ماشي هي هذيك، عرف بلي القضيه راها حامضه لان البنت ديالهم غايبه من البارح وهذه اول مره. الشرطه هنا قالت لهم نتوما مقدمين واحد البلاغ ديال اختفاء على بنتكم، قال ليه اياه، قال لهم بغيناكم تمشيو معنا لا مورك المشرحه. هنا الام مسكينه سمعت الهضره لداخل ديال الدار، كيسمعوها الشرطه مسكينه بركة تندب وتحير، والدار عامره عندهم بالناس، واللي سمع قضيه الاختفاء ديال البنت كلشي كيجي، وخصوصا فاش شافوا الشرطه والدرب كامل تجمع عليهم. المهم الاب مسكين مشى مع الشرطه، مشى لا مورك باش يتعرف على الدريه. للاسف فاش شافها قال لهم هي هذه بنتي، هي هذه بنتي الحبيبه. الام مسكينه حتى هي ربطات على قلبها ومشات معاهم، كتشوف البنت ديالها داك الشعر طويل ما شاء الله ومطلوق وطايع على كتافها، بقات مسكينه كتبكي وكتزقي، كتقول لهم بنتي عروسه، بنتي باقا ما شافت ما تشوفات، الله يرحمها. هنا الشرطه بقاو كيديروا تحقيق مع الاب مع الام، اجي قول لنا كيفاش القضيه ديال بنتكم، كيفاش حتى اختفات، وامتى خرجات، وامتى هادي. المهم بقاو كيسولوا فيهم سين وجيم. هنايا الاب والام قال لي حنايا بنتنا يلا كيف عندها 24 سنه كتقرات تمريض، هو واحد البنت اللي محجبه ومتدينه وملتزمه ومحتارمه راسها بزاف، حتى واحد ما كيقولها فيها خيبه، من الدار المدرسه ديالها ومن المدرسه ديالها للدار. قال لها ايوا لا لا
ما كتعرف واحد، ما مخطوبه ما والو، قالت لهم ابدا ما كتعرف حتى واحد، وحتى من التليفون ما عندهاش. التليفون اللي هي كتستعمل ديالي انا يا ولدي، كنستعملو انا وبنتي نفس التليفون. المهم بقاو كيسولوا فيها، قال لها واش ما عندها صحابات؟ قالت لهم كاينين صحاباتها، صحاباتها معدودين على رؤوس الاصابع، تقريبا شي 4 ولا 5، هما اللي كتعرف من الصغر ديالها، كتقرا معاهم وكتدخل معاهم وكتخرج معاهم، هاد الصحابات فقط اللي عندها في الدنيا كامله. ايوا لالا عاودينا كيفاش البارح، كيفاش حتى اختفات؟ قالت لهم البارح نهار الحد بحالو بحال باقي كاع الايام. مع الصباح مشات لاقات هي وصحاباتها، وبالعشيه مع ديك 4 خرجات، قالت لي ماما انا غدا عند صاحبتي، غير غدا نمشي هنايا وغدا نرجع، وحتى من التليفون ما داتوش معاها. قالت لهم الدريه مشات مع 4، وصلت ل5 ما رجعات، وصلت 6 غرب الحال، اد العشاء ويلي الدريه باقي غير ما رجعاتش، عمر هاد القضيه موقعات في حياتنا كامله. المهم وصلت ل10 ديال الليل و11 ديال الليل، صافي بدينا كنتوغشوا، ولينا غادين في الدرب خيطي بيطي، غادين جايين غادين جايين، نقلبوا نسولوا الناس واش شفتوها واش لقيتوا بها، ولينا خايفين اللي تلقى لها شي شماكريه ولا شي حاجه ويغريسيوها، رغم ان بنتي مسكينه ما عندها ما هزه والو، ما عندهاش ما يتسرق منها، ولكن خفنا عليها. هي هذيك فاش وصلت 12 ديال الليل والدريه ما جاتش، مشينا عند الشرطه وقدمنا بلاغ اختفاء لفائده العائله. الشرطه قالت لهم بلي الدريه راها كبيره في العمر، وما غادي نقدروا نديروا حتى خطوه الا من بعد ما تفوت واحد 48 ساعه. هنا فاش رجعنا الدرب كامل قلبوا معانا، الدرب كامل كيقلب معانا، وتقولوا واش طحنا عليها ولا عرفنا اشنو كاين. هنا الشرطه خدت الاسامي ديال البنات صحاباتها، عيطوا لهم وحده بوحده، وانتيا اخر مره امتى شتي حكيمه؟ قالت من البارح الحد. الاخرى كيسولوها كتقولي من البارح الحد. المهم كلهم اجمعوا على انهم تلاقاو بهم ب5 بهم، تلاقاو صباح ديال الحد. وحده منهم قالت لهم حنايا كل صباح ديال الاحد كنتلاقاو، عندنا واحد النهار اللي مقدس كنتلاقاو مع الصباح وكنتجمعوا فيه وكنمشيو للحمام، داك الصبيح كندوزو في الحمام باش يبقى عندنا النهار كامل. كل حد كنمشيو للحمام وكنتلاقاو وكنضحكو، كل وحده كتعاود لينا كي دوزات الاسبوع ديالها، وهذه حنايا هي صحبتنا من بكري ومن زمان وحنا على هذا الحال. ايوا ما قالت لكم والو، ما عاودت لكم والو، قالت لهم ابدا ما عاودت لينا والو، ما قالت لنا والو. ايوا تلاقيتو غير نتوما مع بعضياتكم، بركتو غير مع بعضياتكم، ما هضرتو مع حتى حد اخر. ما وحده فيهم قالت لهم لا بلاتي كاينه واحد البنت اللي سميتها مونيا، كتسكن في الدرب ديالنا. ديك البنت كانت عايشه في ليطالي مع العائله ديالها، رجعت من ليطالي وعايشه هنايا في الدريبه ديالنا، عندها دارهم الفوق لتحت وعايشه فيها غير بوحدها، وهادشي حنا اللي عارفين عليها. ديك البنت مونيا تلاقينا بها في الحمام، وما تلاقيناش بها غير مره واحده، وكانها ولات كتسنانا، كل حد مع الصباح كنتلاقاو بها في الحمام، وتا هي ولينا مدخلينها معانا، وفيما كنبداو نهضروا داكشي حتى هي كنشاركوها معنا في الهضره. ولكن لاحظت واحد الحاجه، لاحظت بلي هاد مونيا كتهضر غير مع حكيمه، وكتبغي تقرب غير من حكيمه، وكان حنايا ما هامينهاش اللي هامها غير حكيمه. ايوا من بعد شنو وقع؟ قالت لهم اللي وقع ان فاش كملنا الحمام ديالنا وخرجنا، انايا وجهت الهضره ليك البنت سميتها مونيا، ما شافش فيا حتى الشوفه، هي الانتباه ديالها والنظر ديالها كله مع حكيمه. انا استغربت واحد شويه، ولكن قلت ربما عادي ماشي مشكل، القلوب فين ترتاح، ربما مرتاحتش ليا، المهم ماشي مشكل. ولكن فاش بغينا نتواضعوا مع ديك مونيا، مونيا وهي تقول لحكيمه، قالت لها ما تنساش بالعشيه، وهي تقول لها حكيمه غير كوني هاني راه الدار راني كنعرفها. قالت لي ما سيدي وهذا الشيء اللي وقع، اشنو وقع موراها الله اعلم، حتى حنا راه حكيمه راه اختنا ماشي غير صاحبتنا، وحتى حنا كنقلبوا مع العائله ديالها، وحتى حنا مشطونين ومشوشين على حكيمه على صاحبتنا. هنا الشرطه بقاو كيسقسيو على هاد مونيا، سولوا الجيران سولوا الناس القراب تماكنا في الدرب، اللي عاودوا ليهم كلهم اجمعوا على هضره واحده، قال لهم هاد البنت عائشه في ليطالي، كانت عايشه تماكنه في ليطالي، كابره زياده وخلقت تماكينه، شويه حتى رجعت بوحدها، مرات كتجي عندها خالتها تتعاونها في شي حاجه في شغال ديال الدار، ولكن خالتها ما كتريحش معاها، ولكن فاش كتجي امها وباها من ليطالي وخوتها، خالتها كتجي عندهم وكتبرك معاهم بالايام، يعني الخاله راه ما مريحه مع الدريه، والدريه مريحه غير بوحدها. مشات الشرطه لديك الدار ديال مونيا، كيدقوا 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 يتحل عليهم الدريه، فاش اول ما حلات عليهم الشرطه كيضربوا بواحد الريحه، ديك الريحه ديال الكلور ديال الجافيل ديال المنظفات ديال المعطرات، المهم واحد الريحه اللي قويه بزاف ومجهده بزاف، والشرطه هاد المسائل ما خافياش عليهم.
قال ليها معنا اذن من النيابه باش ندخلوا للدار. قالت لهم مرحبا. كيشوفوا في الدريه مكالمه ومرتاحه وكتهضر بشويه عليها ما عندها حتى مشكل، ولكن ديك البنت مرتاحوش ليها، كيشوفوا فيها الشكل ديالها والهيئه ديالها ماشي شي وحده اللي عاديه، ماشي بنت، لا لا لا، كتبان لهم بحال مرجله، بحال شي ولد. من الهندام ديالها ومن التحليقه ديال الشعر قاصه كامل ودايره فيه واحد الخطوطه، والدريه كتبان ليهم في شكل اللباس ديال الولاد والتصرفات ديال الولاد والمشيه ديال الولاد، وحتى صوتها ما عجبهمش. المهم دخلوا للدار كيسولوها، كيقولها كتعرفي حكيمه؟ قالت لهم ايه حكيمه كنعرفها بنت الدرب. قالها انت اخر مره تلاقيتي بها؟ قالت لهم غير البارح مشيت الحمام وتلاقيت بها. ايوا شفتيها ما شفتيهاش؟ جيت عندك ما جاتش عندك؟ قالت لهم لا 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 ابدا ما جاتش عندي. قال ليها ما اتفقتيش معها على شي موعد بالعشيه ولا شي حاجه؟ قالت لهم لا ما اتفقناش نهائيا على شي موعد انا وياها. المهم بقاو كيشوفوا هنا كيقلبوا هنا، الدار ما عجباتهمش، الدار متنظفه لواحد الدرجه اللي كبيره كبيره. خرجوا. هنا الشرطه فاش خرجت من عندها من الدار كيجي عندهم واحد الولد، داك الولد ولد دريبه الماكينه. قال لهم ياك ما كاين باس؟ قال لهم انت اش دخلك في هذا الشيء؟ قال لهم الصراحه هي بنت جيراننا وراه عايشه غير بوحدها وراني كنتشوش عليها. علاش يا سيدي كتشوش عليها؟ هو يبتسم. قال لهم معجب. انت معجب بها؟ قال لي واجي انت هي اللي غادي تفيدنا. نعم. قال لي فين كنتي البارح؟ قال لهم كنت غير في السطح ديال الدار. ويلي انت واش بارك في دارك ولا في السطح ديال الدار؟ قال لهم غالبا كنريح في السطح، عندي واحد البيت تما كنا كنريح فيه. قال لي واخا وشنو شفتي البارح؟ قال لهم بحالاش؟ قال لي هاد مونيا واش جات عندها شي وحده؟ واش دخلت معها شي وحده؟ دخل معها شي واحد؟ خرجات من عندها شي وحده؟ قال لهم مونيا انا الصراحه راه معجب بها، والنهار كامل وانا حاضي بابها من السطح. ايوا شنو شفتي؟ قال لهم شفتها جايه مع ديك الربعه ديال العشيه مع واحد البنت ودخلت معها للدار. ايوا ومعاش خرجت البنت؟ قال لهم الصراحه ما شفتهاش خرجات، انا العشيه كامل وانا واقف في السطح والليل كامل مدوزو في السطح وحاضي الباب ديال الدار ديال مونيا، نهائيا ما شفتش هاد البنت خرجات، ولكن ويبان لي ولد خالت مونيا دخل عندها للدار مع تقريبا شي الربعه ديال الصباح او مع الربعه ديال الصباح جا عندها. قال لهم ايه مع الربعه ديال الصباح. ايوا اشنو وقع موراها؟ قال لهم الصراحه ما شفتش، غير بعيا النعاس ومشيت لبيتي ونعس. هنايا بقاو كيقلبوا على هاد ولد خالت مونيا حتى طاحوا فيه. فاش طاحوا فيه كيسولوه، كيقول ليه انت البارح مشيتي عند مونيا؟ قال لهم لا ابدا. او السيد كيكذب، اذا كاينه شي حاجه ما هياش. والشرطه اثناء التحقيق معاه كيشوفوه كيدخل وكيخرج في الهضره ومتوتر، والسيد مخلوع على راسو شويه وما يقولوا ليه بغينا نفتشوا الشقه ديالك. كيفتشوا الشقه ما كيلقاو فيها والو. قال لي بغينا نشوفوا السياره ديالك. السياره فاش فتشوها كيلقاو فيها في الكوفر ديالها واحد نقاط ديال الدم، وكيلقاو فيه واحد الشال، شال ديال بنت او امراه، المهم واحد الغطاء ديال الراس. هنا هما يتفكروا باللي مت حكيمه فاش شافت بنتها شعرها مطلوق قالت لهم انا بنتي محجبه وكانت دايره الشال ديالها، واش ما لقيتوهش معاها؟ قال لها لا لقينا شعرها معري ومطلوق، ما لقيناها لابسه لا حجاب لا والو. هنا الشرطه من بعد ما تفكروا الهضره ديال مت حكيمه وما يهزوا داك الشال، عيطوا لمت حكيمه والديها قال لهم هاد الشال واش كتعرفوه؟ وما يقول لي ايه ديال بنتنا. الام مسكينه شدات داك الشال بدات كتعنق فيه وتشم فيه وتبكي، قالت لهم هذا هو اللي خرجات به بنتي، ومن تما كاينه ما رجعاتش. قال لهم في لقيتوه؟ الشرطه وما يقول لهم حنا راه لقيناه في السياره ديال ولد خالت مونيا اللي هما اصلا ما عندهم حتى اخبار عليها وما كيعرفوهاش، لان هذيك البنت ما كتبانش بزاف، واحد البنت اللي حدوديه مع المعامله ديال الناس ديال الدرب تما كاينه. ولكن اجمع مونيا مع حكيمه من غير الحمام، ولكن اشنو داك الموعد اللي كانوا ضربوه مع بعضياتهم؟ واللي البنت الوحيده اللي من صحاباتها هي اللي لاحظت هذا الموعد اللي ضرب بيناتهم وهما غاديين في الطريق. المهم بقاو كيحقوا مع ولد خالت مونيا. هنا السيد فاش شاف راسو تورط وانهم لقاو عنده الدلائل، نقاط ديال الدم والشال ديال حكيمه، يعني باينه باينه باللي الدريه راه كانت عنده في الطوموبيل، بدا كيبكي. قال لهم انا ما عليا والو، انا اللي ورطاتني هي مونيا. قال لي دابا غتحكي لنا القصه. قال لهم انا كنت في الدار بارك ما عليا ما بيا، وهي تعيط لي مونيا بنت خالتي، قالت لي بغيتك ضروري ضروري تجي عندي للدار دابا. ديك الساعه معاش مع تقريبا 8 ديال العشيه. قال لهم الصراحه انا كنبغيها بزاف، داكشي علاش كاع ما ترددت وهزيت السياره ديالي ومشيت عندها للدار.
فاش مشيت عندها للدار وهي تحل الباب دخلتني بسرعه وسدت الباب مرايا. فاش دخلتني لقلب الدار كتبان لي الدريه مليوحه فوق سداري وفيها الدم ولكن بقى حيه. انا بديت نقول لها ويلي يا مونيا اشنو درتي؟ اش هاد الفضيحه اللي درتي؟ قالت لي شوف ولد خالتي ما عندي ما نخبي عليك، دابايا ما قدامي غير انت، انا غادا نعاود لك اللي كاين. هنا الشرطه لقات القبض على مونيا ومن تما كي نسمعوا كملت الحكايه من فمها شخصيا ماشي من ولد خالتها. انا راني ماشي بنت، او بالاحرى انا متحوله جنسيا، انا راه الداخل ديالي راجل وكنبغي العيالات. وانا هاد البنت فاش شفتها نهار الاول حكيمه في الزنقه عجباتني وعجبتني بزاف، ومن تما كينا وانا قانيه عليها، كنعرفها فين كتمشي وفين كتجي وفين كتقرا واش كدير واش ما كديرش. حتى لذاك النهار عرفتهم كل سيمانه لحد مع الصباح كتلاقايو صحاباته كيمشيو للحمام. قالت لي انا هزيت الساك ديالي ومشيت للحمام وبقيت كنتقرب منهم بشويه بشويه حتى بديت كنهضر معاهم، ومن تما كينا وليت كنتسناهم في الحمام كل سيمانه مع الصباح. قالت ليهم درت معاها علاقه. كيفاش علاقه؟ قالت لهم زعما غير تصاحبت معاها وصافي. قال لها كملي داك النهار ديال الموعد اللي ضربتي معاها وشنو كنتي باغا منها؟ قالت لهم داك النهار انا الصراحه عجباتني ومبقيتش قد نصبر من جهتها، وانا عارفاها بلي هي كتقرا التمريض. قالت لهم البارح فاش تلاقيت بها مع الصباح في الحمام بقيت كنتقرب منها وكنهضر معاها، شويه بديت كنتشكى عليها. قالت لها انا عندي واحد جده، واحد المراه مسكينه اللي كبيره في العمر ومريضه، وعندي كل سيمانه خصني انا بوحدي نهزها ونقلب لي على طاكسي ونديها حتى المستشفى باش ندق ليها واحد البره، والصراحه راه صعيبه عليا القضيه لان مراه مسكينه راها غليظه وثقيله، الا كان ممكن تجي تعاونيني. قالت لهم انا عارفاها بلي ما غاداش تردد وما غاداش تقول لي لا. قالت لي ايه مرحبا نجي نعاونك على الراس وعلى العين، وراه انا كندق البراوات، الا بغيتي نجي عندك حتى للدار وندق ليها البره. وانا نفرح قلت لها هادشي اللي بغيت الله يرحم لك الوالدين، واتفقنا ان غنتلاقاو مع الربعه. قالت لهم داكشي اللي وقع انها مع الربعه جات عندي وقفت في راس ديال الدريبه وهي تعيط ليا من التليفون ديال التليبوتيك. قالت لي انا راه ما عارفاش الدار بالضبط قصديني، وانا نقول لها تسني انا جايه عندك. خرجت عندها ودخلتها معايا للدار. قالت لهم شويه فاش دخلت لقلب الدار وتقول لي فين يا جداك، وانا نقول لها بلاتي بعدا نريحو ونعطيك ضيافتك. جبت ليها العصير وريحت حداها، ريحت حداها وانا لصق حداها. شويه بديت كنهضر معاها وكنهضر معاها غير بنعومه وبغيت ندير معاها واحد العلاقه بالخاطر، ولكن الدريه بدات كتحس بيا بدات كتبعد شويه وانا نشدها بزز. قلت لها شوفي انا بغيت ندير معاك علاقه، بغيت نصاحب انا وياك، واللي بغيتيها اللي حليتي فمك عليها نديرها لك، انا دارنا مفشيني وما خاصني حتى خير، ومن طاليان دائما كيصيفطوا لي غير الماندات الصحاح. اللي بغيتيها حكيمه نوجدها لك ونديرها لك، غير تصاحبي معايا. الدريه وهي تدفعني وتقول لي اش كتقولي صدمتيني فيك. بدات غدا خارجه، انا فاش عرفتها غدا خارجه وانا نقول صافي هنا غدا تفضحني ما غتخلي لمن تقولها، وحتى لما قالت حتى واحد على الاقل غدا تقول لها صحاباتها، وهنا انا غدا نتفضح وغادي تفضح امري. شويه مشيت كنجري للمطبخ جبت واحد السكين بغيت نخلع به، مني منك بدينا كنتعاقروا انا وياها. شويه بلا ما نحس وانا نلقى راسي ضربتها بداك الموس، الدريه طاحت بدات كتنزف، ومن بعدها وانا نعيط لولد خالتي قلت ليه دابا انا بين يدك اللي بغيتيها نديرها معاك، بغيتي دير معايا علاقه مرحبا، بغيتي نتزوج بك وندير لك الوراق ونديك للطاليان، بغيتي فلوس اللي بغيتيها اللي حليتي فمك عليها نديرها لك غير عاوني. ولد خالتها قال ليهم انا ما لقيت ما ندير غير اني انا بقيت بارك معاها حتى قرب يطلع الصباح. هزينا الدريه في الكوفر ديال الطوموبيل من تما كينا مشينا المحطه، كنشوفوا بعويناتنا كنلقاو الدنيا تما كينا خاويه ما كاين حتى واحد كيدوز. حنا نزلنا الدريه وتكيناها على السور ديال المدرسه ومن ثم رجعنا في حالاتنا. انا وصلت مونيا للدار، دخلت للدار مونيا ونظفت دوك الدمايات داكشي علاش كانت الريحه ديال الكلور ديال المنظفات مجهده. قال لي وانا مشيت للدار عندي قال لي عماني الله بالخلعه ما قلبش الكوفر مرايا، ما ديتهاش في الشال ديالها اللي بقى طايع عندي في الكوفر ديال الطوموبيل، او ما ديتهاش في ديك الدمايات اللي كانت عندي في الطوموبيل. هنا الشرطه لقات القبض على مونيا وعلى ود خالتها، ومن ثم القضيه ديالهم تحولت للمحكمه اللي عطاوها في الحكم ديالها مؤبد، وولد خالتها على قبل ديك المساعده اللي ساعدها عطاوها 15 سنه. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله انها تنال اعجابكم، والله يحفظ لنا وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين، وردوا بالنا ونشوفوا ريوسنا مع من كنمشيو، ولادنا حتى هما مع من كيمشيو مع من كيدخلوا مع من كيخرجوا. هذا الوقت خيابات وخسرات ولات صعيبه بزاف وماشي اي واحد دير فيه الثقه. الله يحفظ لنا وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله انها تنال اعجابكم،
وإلا عجباتكم فضل النساء أمرا، المرجو دعمنا بالإشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الإحترام يا سادة يا كرام، والسلام ختام.